الحجاب الشرعي يجب أن تلبس المرأة لباسا لا يبدي زينتها كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن. واللباس الفضفاض هو المطلوب من المرأة سواء كان لونه أسود ولا لونه بني أو لونه أخضر أو, أو, أو ما شابه ذلك. أهم شيء أن لا يكون فيه زينة, أهم شيء أن ما يكون فيه زينة, ولا ليس شرطا أن يكون أسود, لكن أهم شيء لا يكون لباس بنفسه فيه أنواع من الزينة, فأن يكون فضفاضا غير ضيق بحيث أنه لا يفصل جسمها. الأمر الثاني أن لا يكون هذا اللباس يعني قصيرا أو كذا, أن يكون ساترا لها تماما. بقيت مسألة وجوب تغطية الوجه أو عدم وجوب تغطية الوجه, المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم منذ القديم, والذي يترجح لي والله تعالى أعلم, وقد ألفت في ذلك كتابا موجود في الإنترنت اسمه في مطعم الجامعة, وهي عبارة عن قصة سقتها وسقت فيها 20 دليلا على وجوب تغطية الوجه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن, والأصل أن زينة المرأة في وجهها, وكذلك هناك أدلة أخرى كثيرة تدل على وجوب ذلك. فإن أخذت المرأة بهذا القول فهو أولى لها وأحوط, وإن أخذت بالقول الآخر بناء على اقتناع حقيقي بالأدلة, ليس لأن قول أسهل وكذا, لا, بناء على اقتناع حقيقي بالأدلة أنه يجوز كشف الوجه, فإنها يجب عليها إن كشفت وجهها أن تلتزم أيضا ببقية القول, وهو أن العلماء الذين أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها اشترطوا عليها ألا يكون فيه زينة, لا في شفتها ولا في خدها ولا في عينها, لا تضع أي نوع من أنواع الزينة. فإذا التزمت المرأة بذلك بناء على قول من يقول هذا وقناعة بالأدلة التي استدلوا بها فليس عليها حرج من هذه الجهة. وإن غطت وجهها وهو القول يعني الذي أميل إليه ويميل إليه عدد من أهل العلم فهو أولى وأحرى لها, وأسأل الله أن يوفق الجميع.